السلام عليكم. بعد أكثر من 60 يوماً منذ بدء المشاورات، وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الكويت والتقى بالأطراف اليمنية بالتزامن مع الحديث عن رؤية أممية كخارطة للحل السياسي والمرحلة المقبلة، وخصوصاً تلك الإشكاليات المتعلقة بتزمين المرحلة وتسلسلها. بان كي مون أظهر تفاؤله بعد التزام الوفدين بالمشاورات خلال الأسابيع الماضية والتي استمرت خلال شهر رمضان، وقال في رسالة ألقاها أمام وفدي المشاورات إن موقف المجتمع الدولي واضح، فالنزاع يجب أن يتوقف، واليمن يجب أن تعود إلى مسار الانتقال السياسي والعمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وحث في ختام رسالته الأطراف على الإفراج عن جميع السجناء قبل عيد الفطر، بما يشمل السجناء السياسيين والصحفيين وناشطي المجتمع المدني كبادرة لحسن النوايا. من جانبه، أكد الوفد الحكومي في كلمته تمسكه بخيار السلام الدائم الذي لن يأتي إلا من خلال تنفيذ القرار الأممي والتأكيد على المرجعيات الأساسية. تأتي هذه التحركات الأممية رفيعة المستوى في الوقت الذي ارتفع فيه صوت تسعير الحرب بالنسبة للتحالف الانقلابي، بما جاء على لسان المخلوع صالح إذ قال الأخير إنه سيحارب عشرات السنين. ولوح المخلوع في خطابه إلى رؤية للمؤتمر سيتم تقديمها بمعزل عن جماعة الحوثي. حول التحركات الأممية في مشاورات الكويت ومواقف الأطراف ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة التقرير التالي. تحركات دبلوماسية مكثفة على مستوى دولي وإقليمي لحلحلة الأزمة اليمنية ونفخ روح الحياة في أوردتها المتصلبة. على رأس هذه التحركات تأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الكويت للالتقاء بوفدي المشاورات في سعي حثيث لإنقاذ مشاورات السلام من الانهيار، حيث تدخل مشاورات السلام النقطة الحرجة بعد أكثر من 60 يوما على انطلاقها واتجاه الأنظار إلى الأرض بالتزامن مع تجدد المعارك والتحشيد العسكري بعد الهدنة الهشة. تأتي زيارة بان كي مون تتويجا لجهود ولقاءات كثيرة، أبرزها لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مع الوفود المشاركة، ناهيك عن التحركات الدبلوماسية للسياسة السعودية والكويتية التي تمضي جميعها في سياق الحيلولة دون انهيار المشاورات. وبحسب مراقبين فإن دول الإقليم باتت مقتنعة بتحقيق الحد الأدنى من السلام في اليمن، موقف عززه الأمين العام للأمم المتحدة حول موقف المجتمع الدولي الواضح الرافض لاستمرار النزاع والعودة إلى مسار الانتقال السياسي والعمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. بان كي مون خلال لقائه وفدي المشاورات أبدى تفاؤله بالإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وآخرين كبادرة لحسن النوايا قبل حلول عيد الفطر، إلا أن ما يراه الطرف الآخر لا يبدو قريبا من تطلعات الرجل الأممي ولا من السلام ذاته. فالرئيس المخلوع استبق زيارة بان كي مون للكويت بخطاب تحريضي ونبرة تحد عالية الوضوح، وأعلن من خلال وفده في الكويت تقديم خارطة طريق لحل الأزمة بشكل منفرد عن وفد الحوثيين كرد فعل على التقارب السعودي الحوثي المعلن خلال الفترة الماضية. رؤية المؤتمر كما يراها البعض أنها محاولة لرمي الأوراق الأخيرة في لعبة الصراع اليمنية من أجل إبراز المؤتمر كإطار سياسي حاضر في العملية السياسية القادمة. بداية مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي عبر السكايب من نيويورك المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم القاطبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. يا مساء النور. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. ما الذي يجب أن نفهمه من تحركات بان كي مون ومن رسالته الأخيرة للأطراف اليمنية؟ أعتقد أن بان كي مون يبدو من خلال تحركاته وذهابه إلى الكويت بأنه المشاورات اليمنية في الكويت وصلت إلى طريق مسدود، ولم يكن هناك أي تقدم في أي ملف من الملفات التي يتحاورون فيها أو عليها. يود أن يعطيها نوعا من الزخم ونوعا من التقدم بشكل ما، لكن في اعتقادي أنه يقولون أن هناك مبادرة لكن لا يوجد هناك مبادرة حقيقية. فالمبادرة التي ستقدمها الأمم المتحدة إما أن تتجاوز قرار الشرعية الدولية، قرار مجلس الأمن، وإذا تجاوزت ذلك هذا يعني
أنه إلقاء الشرعية وإلقاء قرارات مجلس الأمن. وإذا أن تقصد خارطة الحل الأممية التي جاءت في إحاطة ولد الشيخ الأخيرة لمجلس الأمن، أليس كذلك؟ نعم، أنا في اعتقادي أن أي خارطة أممية لم تكن غير نسخة مجددة من اتفاق السلم والشراكة التي هندسها جمال بن عمر المبعوث الأممي السابق، وبرعاية أممية لن يكون هناك أي جديد. إذا لم تستطع الأمم المتحدة إلى حد الآن الضغط على الحوثيين بأدنى شيء من الحلول والمشاورات، وهو إطلاق سراح المعتقلين، فما بالك بمسائل أكبر بكثير من ذلك، وهو الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإلقاء يعني ما يسمى باللجان الثورية والإنقلابية. أنا في اعتقادي لن يكون هناك أي خارطة حقيقية. الحوثيين في وجهة نظري لن يخرجوا من المدن ولن يستسلموا إلا بالطريقة التي دخلوا بها إلى العاصمة وإلى المدن اليمنية. أي حلول وأي خارطة طريق لا يعني لا تقوم بما أتى في قرار مجلس الأمن الانسحاب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح، سيكون مجرد هزاوة. في اعتقادي لن يجرنا إلا إلى مزيد من الحرب والقتل، لأن الحوثيون لا يؤمنون لا بسلم ولا بشراكة ولا يؤمنون إلا بسلاح. هم يدركون تماما بأن السلاح هو القوة الوحيدة التي وصلتهم إلى الحكم، هي القوة الوحيدة التي وصلتهم إلى مشاورة الكويت، ولن يتنازلوا على ذلك إلا بالطريقة التي دخلوا بها المدن، وهو الحل العسكري في وجهة نظري. طيب، يعني قبل أن ندخل في تفاصيل ماذا يريد الحوثيون بشكل أكبر، لكن دعنا في ماذا تريد من يعني من خلال تحركات بان كي مون وإحاطة ولد الشيخ الأخيرة لمجلس الأمن، ما الذي تريده الأمم المتحدة؟ هل تبحث عن حل سياسي أم حلول ترقيعية فقط دون النظر لما يعانيه الشعب اليمني؟ طبعا ضروري من هذه الناحية أن نعرف طبيعة ما هي الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي دائما وسيطة، هي ليست الشعب اليمني، وهي ليست ما يجري في الداخل اليمني، ويهمها أنها تلملم بعض المشاكل وتصحح بعض الأخطاء، لكنها ليست الشعب اليمني وليست المعنية بما يجري في الداخل اليمني. هي مجرد وسيط، والوسيط دائما يحاول على حلول، إما أن تكون ترقيعية أو تكون حلول لن تحل المشكلة بشكل جذري. فدائما هذا هو عمل الأمم المتحدة، ولكن هذا لا يعكس تطلعات الشعوب ولا يعكس السلام. نحن نعرف أن الأمم المتحدة فشلت في كثير من الأماكن في العالم على سبيل القضية الفلسطينية. نحن نعرف أن هناك خارطة سلام أخرى، يعني عدة خارطة سلام في فلسطين، وتوسع من خلال ذلك الاحتلال وإنهاء حقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا ما يجري في سوريا. لن تستطيع الأمم المتحدة تحريك أي شيء، وقبلت بالمجرم بشار الأسد الذي يستخدم الكيماوي ويستخدم القتل وبرامي البترول ضد شعبه يوميا، ولم حتى تجلبه إلى المحاكم الدولية أو إلى محكمة الجنايات الدولية. وكذلك الوضع في اليمن، أنا في اعتقادي الأمم المتحدة أصبحت جزء من المشكلة، ولم تصبح الآن ولن تصبح حتى جزءا من الحل. الحل سيكمن بوجود اليمنيين وبتلاحمهم وبالحل العسكري الذي سينهي هذا الانقلاب في اليمن. أي حل ترقيعي في اليمن لن يزيد المسألة اليمنية إلا تأزما، إلا ضررا على الشعب اليمني، إلا قتلا، إلا دمارا. لا تستطيع أي حكومة أن تعود إلى اليمن بهذه الطريقة. ستقابل في صنعاء بالاغتيالات، ستقابل بالمعسكرات التي داخل العاصمة، ستوجه بنادقها نحو الحكومة، سيكون هناك اغتيالات، سيكون هناك تدمير للسلطة. فلذلك نحن يجب على الحكومة اليمنية أن تدرس خيارات أخرى. لا يجب على الحكومة الشرعية والتحالف العربي أن ينتظر خارطة سلام أو خارطة طريق من الأمم المتحدة. يجب تغيير هذه المعادلة على الأرض، وهي الكفيلة حتى بجلب الأمم المتحدة لتصحيح مفاهيمها وأفكارها حول الحل اليمني. نعم أستاذ إبراهيم. طيب، ينضم إلينا الآن دكتور معين عبد الملك، عضو فريق الوفد الحكومي في المشاورات بالكويت. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا بك دكتور. يعني اليوم كانت هناك رسالة لبان كي مون كانت فيها مضامين عدة، ما الذي يجب أن نفهمه من هذه الرسالة خلال التي ألقاها يعني في مشاورات الكويت في هذا التوقيت تحديدا؟ هي زيارة بروتوكولية للدفع بجهود السلام والدعم المبعوث الخاص مع الوالد الشيخ أحمد.
تحدث عن ضرورة الوصول إلى اتفاق سلام ودفع بهذا المسار بشكل عام، محاولة للدفع و يعني شد من أزر المبعوث الخاص. طيب كيف كانت الانطباعات الخاصة باللقاء بالوفد الحكومي؟ قيلت كلمة يعني من طرفين، كان هناك كلمتين لكل وفد. وفد الحكومة كان واضحا في تذكيره بمسار السلام الذي بدأ من عام 2011 وقرارات مجلس الأمن والدعم الذي وفروا بان كيمون والمجتمع الدولي بحضورهم إلى صنعاء. كانت كلمة إيجابية إلى حد كبير قام بها رئيس الوفد. على الطرف الآخر يبدو الوضع للأسف أسوأ من بداية المشاورات، كلمات تصعيدية تعكس مواقف صالح وعبد الملك الحوثي، يبدو أنه مرآة لما لخطبهم الأخيرة الأسبوع الماضي. الوفد وفديهم أو وفدهم لا يمتلك أي مجال لنقاش تطبيق للقرار، للأسف تراجع كبير، وأعتقد كان محبطا ما تقدموا به اليوم. لكن الآن أعتقد انكشف للمجتمع الدولي أن الطرف الآخر غير جاد بطرح أي رؤى بعد شهرين حديث يعود إلى ما قبل حتى المربع الأول، وللأسف إحباط لجهود دولية وإقليمية كبيرة لدفع مسار السلام. نعم، طيب ما الذي أضافته هذه الزيارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة على هذه المشاورات؟ هل مثلا ضغطا في سبيل إحراز تقدم في هذه المشاورات، إجبار نوعا ما وضع ضغط أو حمل أكبر على الميليشيا يعني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتنفيذ القرار الأممي 2216 بحسب الخطوات التي نص عليها؟ إشكالية وفد المتمردين أنه لا يقرأ المواقف الدولية جيدا، وكانوا يظنون أنه سيكون هناك تخلي أو ميوعة في التعامل مع القرار 216 أو محاولة لتقديم بعض المسارات التي يعني تخدمهم بشكل كبير لشرعنة ما قاموا به. اصطدموا بأنه كل ما تطرح خارطة الطريق هي تضع آليات لتطبيق القرار بشكل أو بآخر. للأسف لم يستطع الآن المبعوث الخاص أن يمسك بالتزام خاص بالانسحاب وتسليم الأسلحة، وضعت آليات وأفكار جديدة لكن كان هناك رفض دائما منهم. فأعتقد إشكاليتهم الدائمة في القراءة الخاطئة للموقف الدولي، وأعتقد هذا ما سبب التراجع الكبير وإحباط كامل لهذه الجولة. لكن يعني ما نشر عن حديث لأنه خطاب الحوثيين أو وفد الحوثيين والمخلوع بهذه المناسبة كان مشابها إلى حد ما في عدم تطرقه للقرار 2216 مع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، لم يذكر هذا القرار سوى وفد الحكومة في هذا اللقاء. هي الزيارة بروتوكولية، بان كيمون أتى ليتحدث بشكل عام وتحدث عن المرجعيات بشكل واضح، عن مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية بشكل واضح. هناك مسيرة من يعني قرارات واكبت العملية الانتقالية من عام 2011 حتى الآن، وبان كيمون والمجتمع الدولي حضر في صنعاء بعد انتخاب الرئيس للدفع أو لدعم مسيرة الانتقال السياسي. لذلك المجتمع الدولي لا يمتلك مسارا آخر غير هذا المسار والذي مثلته قرارات دولية وهذه المرجعيات. هم يتحدثوا عن شرعية جديدة وعن التوافق على شرعية جديدة، وهذا فلك بعيد جدا. هذه جماعة معرفة بشكل واضح أن جماعة انقلبت على شرعية واضحة وعلى توافق سياسي واضح. لذلك بان كيمون كان يعني كلمة الوفد الحكومي كانت إلى حد كبير تعكس يعني خارطة الطريق التي يجب أن تطبق لاستكمال المسار السياسي. الطرف الآخر يبحث عن أشياء لن يجدها في هذه الجولة ولن يجدها في جولات قادمة. طيب في نقطة، الكثير من يركز على أن الحوثيون دوما ما يعني يلعبون عليها في خطابهم يعني اتجاه الأطراف الدولية، وهي الورقة الإرهاب والحديث عن الإرهاب. هذه الورقة يعني تم اللعب عليها في رسالة الحوثي أو ما قدمه الحوثيون اليوم، ولربما هي ورقة كثيرا ما تؤرق العالم بشكل عام والأمم المتحدة بشكل خاص. ما الذي تقوم يعني تجاهه الحكومة
الشرعية وتحديدا الوفد الحكومي في هذه المشاورات تجاه هذه النقطة دكتور معين؟ المجتمع الدولي من النضج بما فيه الكفاية ليدرك أن تقويض مؤسسات الدولة هو ما يؤدي إلى الإرهاب. كنا محظوظين لحد كبير أن يكون هناك التفاف إقليمي ودولي للدعم حتى لا تتفكك الدولة اليمنية بعدد من الحروب العبثية. والآن نحن في مسار خطر، لكن على الأقل هناك إجماع على مسار يعيد بناء مؤسسات الدولة. إشكالية الحوثيين أنهم انقضوا حتى على المؤسسات الموجودة في صنعاء، في المؤسسات الأمنية والعسكرية، تفكيك الجيش، تفكيك المؤسسات، القضاء، غيرها من المؤسسات. فإذا المسار الذي يؤدي إلى تفكك الدولة هو الذي والذي تقوده هذه الجماعات المتمردة هو ما يذكي أو ما يعطي مساحة للجماعات المتطرفة. لذلك لن تنطلي هذه الورقة، وهذه الورقة لا تجد صدى لدى المجتمع الدولي. طيب أنتم دكتور معين كوفد في هذه المشاورات ممثل للحكومة ممثل للشعب اليمني، ما هي الخطوات القادمة في بخصوص مشاورات السلام في الكويت؟ أعتقد ستكون هناك جهود، لأن هناك إطار عام وضع في بداية المشاورات وتم التأكيد عليه عندما علق الوفد الحكومي مشاركته للمرة الثانية للتأكيد على هذه المرجعيات، ومنها الإطار العام الذي قدمه إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الشهر الأول من بداية المشاورات، والذي يضع مسار واضح في انسحابات وسعادة مؤسسات الدولة قبل استكمال المسار السياسي. الآن أعتقد أنه حتى المقترحات التي يحاول ولد الشيخ الترتيب لها إشكاليتها أن الطرف الآخر متعنت، فيجب التركيز على المجتمع الدولي للضغط خلال الفترة، قد تكون خلال فترة العيد، للضغط حتى لو استؤنفت المشاورات بعد ذلك تستكمل أو يتم البناء على المقترحات أو خارطة الطريق التي قدمت في الشهر الأول، والتي أعتقد لحد كبير تلبي أعتقد أنه مسار منطقي وعادل يعيد اليمن إلى الانتقال السياسي المنظم. تقصد الذي تحدث عنها ولد الشيخ في إحاطته لمجلس الأمن الأخيرة؟ ليست في الإحاطة الأخيرة، الإحاطة الأخيرة كثير من الحديث عن الخريطة السابقة. كان هناك خريطة طريق سابقة متسلسلة تتحدث عن انسحابات من مناطق معينة وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة ثم توسيع المشاركة أو توسيع الحكومة والمشاورات الخاصة باستكمال الدستور وبقية المسار السياسي. الإحاطة الأخيرة فيها انتقاص من الترتيبات الأمنية، وأيضا أعطت للحكومة دور في ترتيبات الحوار السياسي، وهنا لبس كبير. وأعتقد الإحاطة الأخيرة فيها غموض وغير موضوعية في بعض النقاط، لكن في نقاط أعتقد توصلنا إليها أساسية فيما يتعلق بالانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة، هي ما تبني حقيقة للعودة للمسار الانتقال السياسي. نعم، إذا أشكرك دكتور معين عبد الملك عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وأعود إلى ضيفي الأستاذ إبراهيم القاطبي. أستاذ إبراهيم، كيف أو ما هي أبرز النقاط التي وجدتها في حديث الدكتور معين؟ أعتقد أن القراءة غير صحيحة، هو تحدث على أن الحوثيون لا يقرؤون ما يتضمنه الموقف الدولي، وأنا أعتقد هذا ليس صحيح. الحوثيين يدركون تماماً ما هو الموقف الدولي، ويدركون تماماً ضعف الشرعية في الداخل، فلذلك هم ينطلقون من هذه الأماكن الضعيفة الذي ينطلق منها المجتمع الدولي وأيضاً الحكومة الشرعية في الداخل. أبرز ما يأتي في ذلك هو أن المجتمع الدولي يحاور الحوثيين في الكويت. لماذا؟ لأنهم يدركون كيف يجذبون المجتمع الدولي. تحدث عن المؤسسات الحكومية في الداخل، أنا في اعتقادي لم يعد هناك أي مؤسسات حكومية في داخل الوطن، ما تبقى في الداخل وبالتحديد في صنعاء هي الآن مؤسسات تابعة للحوثية، لا تستطيع الحكومة إعادتها حتى ولو عادت إلى صنعاء. نحن نتكلم على حوثنة الدولة بشكل كامل، وهذا بحاجة إلى جذور إلى حلول جذرية، وهو قلع الانقلاب بكله. أما البقاء أو الحوار حول المنطقة القائمة الآن، فأنا اعتقادي أنه ضرب من الخيال ولا يمت للواقع بصلة، وليس واقعي ولا عملي ولا حقيقي. الحكومة إذا رمت كل بيضها في سلة المفاوضات، فأعتقد أنها ترتكب
خطأ تاريخي، على الحكومة اليمنية وعلى دول التحالف أن تبحث على حلول أخرى، وهو توسيع رقعة المقاومة، وهو التأجيل من الحل العسكري في اليمن. هو أيضا تحدث عن لكن هذا حديث يعني خارج نطاق المشاورات السياسية، هذا حديث عن واقع ميداني. لكن الآن بحديث الدكتور معين عبد الملك، يعني نحن نشاهد أن الحكومة كلما كان هناك خطاب من قبل الأمم المتحدة يحاول الالتفاف بنوع ما على القرار الأممي 2216، على الرغم من أن هذا القرار يقول الكثيرون أنه ما عاد يمثل يعني تطلعات الشعب اليمني في حدود إلا في حدودها الدنيا فقط، لكن كلما كان هناك محاولات للالتفاف على هذا القرار كانت الحكومة واضحة في تصريحاتها بالالتزامها بمرجعية هذا القرار وبنقاطه الخمس. فيعني هناك نوع من الصمود سياسيا بداخل هذه المشاورات. الصمود سياسيا إذا لم يكن هناك صمود على الأرض لا يعني أي شيء. لا يجب أن تكون الحكومة هي مجرد يعني أداة لرد الفعل لما قاله الطرف الآخر، لما قالته الأمم المتحدة. يجب أن يسند ذلك هذا الصمود أو المشاورات تحركات على الأرض. الحوثيين يخترقون الهدنة يوميا، الحوثيين يعتقلون، الحوثيين لم يفرجوا على أي إعلاميين أو سياسيين أو غير ذلك. فيجب على الحكومة، نحن آخر اليوم، أنا في اعتقادي حتى ولو تم هناك يعني اتفاق سلم في اليمن لن تتوفر له الشروط الحقيقية على الأرض للبناء على هذا السلم. نحن ندرك أن الحوثيون ليسوا جهة سياسية، هم حركة طائفية سلالية تؤمن بحق الإلهية في الحكم، ولذلك لن يسلموا، سيحاولون جلب الحكومة إلى الداخل، انتزاع الشرعية منها، ومن ثم محاولة اعتقال وقتل من يوقف في أمامهم في العاصمة صنعاء. إذا لم يكن هناك، إذا لم تستطيع الحكومة نفسها، أنا أعتقد نحن أمام فرصة تاريخية للبناء على مشروع الأقاليم. لماذا لا تشرع الحكومة على بناء أقاليم قوية ومؤسسات في مأرب وفي عدن وفي المناطق المحررة واستكمال تحرير المناطق المهمة كمحافظة البيضاء وتعز، ومن ثم يعني بناء مؤسسات قوية ترجح مكفة الموازنة السياسية في اليمن. لا يقومون بذلك. ما هم، هل ينتظرون إلى يعني شيء ينزل من السماء لكي يبعد الحوثيين أو ليكون هناك نوع من الشراكة معهم؟ لا أعتقد. الحوثيين ينطلقون من مشروع إقليمي، مشروع سلالي طائفي، ولا يستطيع أن يدخل في اللعبة السياسية. حتى وإن دخلوا في اللعبة السياسية سيكونون زي حزب الله في لبنان، عطل الحكومة، عطل الرئاسة اللبنانية، والآن يواصل التعطيل هناك وهو مهدد للأمن والسلم في لبنان. كذلك الحوثيين يبحثون على هذا الشيء. إذا لم يكن هناك في اليمن أرضية قوية لإبعاد الحوثيين وإضعافهم من خلال يعني المد الشعبي، نعم، وإبعاد كل نقاط القوة منهم وإرساء يعني ما يسمى بالأقاليم، فأنا أعتقد يعني ينخرطون الحوثيين في هذا الاتفاقية أو الاتفاق الذي سينتج عنه مشاورة الكويت، وسينقلبون عليه مجددا. ما الذي سيمنعهم بذلك إذا لم يمنعهم أحدا في المرات الأولى؟ طيب، هو هذا الحديث يدفعني إلى أن يعني أتساءل حول إذا ما كان هناك يعني الكثيرين يتحدثون عن أن هناك طرح يقول أن ثم جهات دولية تسعى للالتفاف على القرار الأممي من خلال الضغط ومن خلال رؤية تفقد هذا القرار من مضامينه. يعني أتساءل هل تتفق مع هذا الطرح أستاذ إبراهيم؟ لكن قبل أن أسمع الإجابة منك نذهب إلى فاصل قصير، بعده نواصل نقاشنا مع السادة المشاهدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى الأستاذ إبراهيم القعطبي من خلال السؤال الذي ذهبنا قبله أو بعده للفاصل. أستاذ إبراهيم، يعني كنا نتحدث عن أن هناك من يطرح أن ثمت جهات دولية تسعى للالتفاف على القرار الأممي وإفراغه من مضامينه، هل تتفق مع هذا الطرح؟ طبعا أنا لا أختلف مع هذا الطرح نهائيا. الولايات المتحدة كانت واضحة وما زالت واضحة بهذا الشأن. الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض قال بالحرف الواحد بأن دخول صنعاء
خط احمر، ولذلك اخر دخول التحالف من صنعاء. على سبيل المثال الولايات المتحده الان تلعب بورقتين، تحاول ان 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 تمسك بالتحالف وتكون جزء منه، وتحاول ان تبني قوه موازيه تكون وتكون كل اطراف اللعبه بيدها. تحاول الان اللعب بورقه الحوثي في اليمن لاسباب مستقبليه، ربما كما نعرف الان المنطقه العربيه وشبه الجزيره العربيه تقسم على أسس طائفية، ويجر الشيعة ضد السنة والدولة الشيعية ضد السنية، وهذا ما يجري وما يخطط له الغرب بطريقة واضحة، وهذا ليست نظرية المؤامرة، الحقائق تقول كذلك. وما يجري في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن هي نفس تلك الحقائق العملية على أرض الواقع. الأمريكيون وبعض الغربيون الآن يحاولون اللعب بورقة الحوثي وتقويتها من أجل تقويض السلم الإقليمي، ومن أجل إمساكها كورقة قوية للضغط على السعودية مستقبلا. هم يحاولون استفزاز حلفائهم، في نفس الوقت يبنون حلفاء جدد كالحوثيون. فلذلك أنا أقول أنه لا يجب على دول التحالف ولا يجب على الحكومة اليمنية الانتظار لأي سلام أو أي مشاورات. يجب حسم الأمر على الأرض الواقع، وإضعاف الحركة الحوثية بحيث أنها لا تصبح لا تهديدا على السلم الاجتماعي اليمني والأمني في الداخل، ولا تكون تهديدا أو ورقة تستخدم من قبل إيران والولايات المتحدة لتهديد جيراننا في الخليج. هذا الأمور واضحة، والحوثيين وصالح يدركون ذلك تماما ويتحركون من هذا المنطلق. طيب هل هذا المنطلق، يعني هذا المنطلق يفهم للدول الغربية التي لها مصالح، هل هذا المنطلق يفهم كذلك للأمم المتحدة التي يجب أن يعني يفهم دورها كوسيط كما تفضلت قبل الفاصل؟ أنا أقول الأمم المتحدة هي مجرد وسيط تحاول الحلول بأي شيء ممكن، يعني بعيدا عن تطلعات وهموم الشعوب. هي ليست، هي مجرد منظمة وليست حتى دولة. الأمم المتحدة لا يهمها إلا الترقيع، لكن ما يجري على الأرض شيء مختلف تماما. هي تلعب كدور وسيط ليس له أي صلة بالنزاع ولا 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 بما يجري في الأرض. الذي يكتوي بما يجري في اليمن هو الدول الإقليمية وأمنها واستقرارها، هي الدول ذات المصالح في اليمن. ولذلك حتى ترى أن مجلس الأمن يتحرك انفراديا على ما يجري في الأمم المتحدة، وأنا اعتقادي أن الأمم المتحدة أيضا تستقي معلوماتها كما حصل في التقرير الذي كان موجه ضد المملكة العربية السعودية من ناس مقربين من الحوثيين أو من صالح، وهؤلاء من تربطهم علاقات دولية، ومن ثم لا يفهمون الوضع تماما. والمغالطة الأخرى هو أن ما يروج للأمم المتحدة هو أن المملكة العربية السعودية قوة عظمى وتشن حرب على الدولة الفقيرة في اليمن، ولذلك ينطلقون من كرههم للمملكة العربية السعودية وتواجدها في المنطقة ونفوذها في المنطقة. يجب أن ندرك هذا تماما، هناك لعبة الأمم، لكن مصالحنا شيء آخر، ومصالح الأمم الأخرى شيء آخر، وما تقدم به الأمم المتحدة شيء آخر. ما الذي سينتج عنه هو الذي نطلبه هو لصالح الشعب اليمني. طيب هل يبرر هذا الحديث اختفاء، يعني اختفاء موضوع لجنة العقوبات وكذلك القرارات ذات الصلة بخصوص معرقلين العملية السياسية سابقا، والعقوبات على المخلوع وزعماء جماعة الحوثي؟ هل يختفي ذلك بسبب من حديث بان كي مون، بسبب هذا ما تتفضل به، أم بسبب أن ليس هذا المكان المناسب للحديث عن ذلك؟ كما ذكرت، يعني الأمم المتحدة شيء، وقرارات مجلس الأمن الدولي شيء آخر، منفصلين تماما. أنا أدرك أنه هي ورقة ضغط أصلاً. صالح في خطابه بالأمس كان واضحاً، كان يهاجم القرار الأممي، وهذا دليل واضح أنه حاول إرسال رسالة للمبعوث الأممي وللمتشاورين في الكويت بأنه يجب إبعاده من هذه القائمة إذا يبحثون على سلام في اليمن وإيقاف الحرب. يعني أنا في اعتقادي أن منع الرئيس المخلوع من السفر وتجميد أمواله أتت ثمارها بنوع أو بآخر، لأنه أمس كان كان قضبه نازل على الأمم المتحدة وعلى قرارها، وهذا يدل أنه دليل واضح أن قرار مجلس الأمن 2216
قويا وصالح يبحث عن إزالته في أي مشاورات، فلذلك خرج بالحديث ضده وعن عدم قانونيته في نفس الوقت الذي قال إن ميليشيات الحوثية الطائفية السلالية هي الوريث الشرعي لحكومة الرئيس عبد رب المنصور هادي والحكومة اليمنية. الأمور واضحة، كل شيء معزول عن بعضه، لكن الأوراق تختلف وتتفاوت من هنا إلى هنا. يجب أن يكون للحكومة اليمنية والتحالف العربي أوليات تخدم أمنهم الداخلي واستقرارهم، وهذا لا يهم هل دخلت الأمم المتحدة بخارطة طريق أو بغير ذلك. إذا لم تأتي أي خارطة طريق أو قرارات دولية بما يضمن للأمن السلمي، للأمن القومي في اليمن والأمن الخليجي حقوقهم، فيجب التنازل عن ذلك وحسم الأمر، لأنه في آخر اليوم نحن من سيتضرر من ذلك، وليس الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي. طيب إذا ما دخلنا يعني حديث الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، هل يأتي حديثه يعني كتأثر نفسي بما يجري الآن، أم أن هناك أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية يبنى عليها؟ أنا في اعتقادي أنه أسوأ خطاب قدمه المخلوع كان الخطاب خطابه بالأمس، ظهر كقائد ميليشيا طائفية حرض على الطائفية ضد المملكة العربية السعودية. أنا في اعتقادي أنه خطاب انهزامي وخطاب انعكاسي، أو إن كان خطابا سيئا جدا. وأنا أتطرق هناك عدة نقاط مهمة، يجب كان متناقضا أيضا مع نفسه. تكلم مثلا على إن العدوان السعودي على اليمن هو عدوان طائفي مذهبي مناطقي، وهذا ليس صحيح. هناك أكثر من مليوني يمني عامل في المملكة العربية السعودية، ولم نسمع يوما على تجاوز أو تعامل طائفي مع هؤلاء العمال في المملكة العربية السعودية. السعودية تحضن كل السياسيين بمختلف مشاربهم في المملكة العربية السعودية، الزيديين والشافعيين، مناطق شمال الشمال والوسط والشرق والغرب، فلا يوجد مشكلة في وجهة نظري مع المملكة العربية السعودية مع المذاهب في اليمن، وهو حاول اللعب على هذه الورقة. الشيء الثاني أيضا تكلم على أنه لن يذهب وفد المؤتمر الشعبي العام إلى الرياض، هو يدرك تماما أنه في وجهة نظري لم يعد هناك شيء اسمه المؤتمر الشعبي العام في الداخل. هناك المؤتمر الشعبي العام الذي يوجد في الداخل مؤتمر من بقايا السلاليين والذين انخرطوا الآن في مشروع الحوثيين، وأعتقد الآن المؤتمر في الداخل جزء لا يتجزأ من الحركة الحوثية، لأن قيادة المؤتمر والصف الأول موجودة في الخارج. نعم. الشائف، بن داغر، العليمي، كل هؤلاء القيادات الذين كانوا يحيطون بصالح الآن في الخارج. هذا المؤتمر الشعبي العام الحقيقي والمتنوع، هو الآن حاول أيضا أن يقول أن كل شيء بيد. أنا أعتقد أنه خطاب تسليم للحوثيين بكل معنى الكلمة، لأنه يقول دفع بالمسؤولية عليهم، ليس بالمسؤولية عليهم. لم يجد بحاضنته مؤتمر حقيقي. المؤتمر الشعبي العام هو الموجود الآن في الرياض بكل أصنافه، القبلي والسياسي والجنوبي وغير ذلك، فهو يحاول أن يروج أو أن يقول للعالم أنني ما زلت متمسكا بالمؤتمر الشعبي العام، وأنا أعتقد أن هذه مغالطة كبيرة. ما تبقى من المؤتمر الشعبي العام في الداخل هم مجموعة من المشائخ والتجار الذين محسوبين على السلالة وعلى المنطقة، والذين يجد عندهم مشاريع ارتباط فساد ومال مع المخلوع علي عبد الله صالح، ولذلك هم يرتمون بأحضانه وبجواره. لعب على كل هذه الأوراق، وأنا اعتقادي أنه سلم كل شيء للحوثيون. أيضا قال إذا كان على المملكة العربية السعودية الدخول في مشاورات مع الشعب اليمني أو مع المؤتمر الشعبي العام فليذهبوا إلى الرياض. لا يدرك المخلوع أن من يدير، فليذهبوا إلى الكويت. لا يدرك المخلوع أن من يدير محادثات الكويت ومن يحضنها بالدرجة الأولى هي المملكة العربية السعودية. ومن خلال يعني مهاجمته للمملكة العربية السعودية، هذه مؤشر واضح أن تاريخه السياسي والمالي قد انتهى وإلى غير رجعة من قبل الإقليم ومن قبل الداخل. طيب فلذلك بالحديث عن التاريخ السياسي، هل يؤكد ذلك حديثه وأن أنه سيحارب عشرات السنين؟ أنا في اعتقادي لا يستطيع الدخول إلى 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 نهم الآن، فهو الآن يحاول اللعب على الورقة الطائفية وهي ورقة الحوثيين والارتماء في حاضنتهم. أنا لا القوات التي كانت بحوض الصالح القوات النظامية قد انضربت، لا يوجد لديها
سلاح ثقيل حقيقي، لا يوجد هناك سلاح طيران، لن يستطيع المقاتلة. طيب طبعا المخلوع لا يستطيع الآن الحرب، لا يستطيع العيش إلا بالحرب وإطالة أمد الحرب، فهو يدرك تماما أنه إذا كان هناك أي حل سياسي في الداخل أو خطة سلام ستنهيه تماما وسيصبح محارب من الجميع، حتى الحوثيين أنفسهم سيحاولون التخلص إليه في حالة حصولهم على جزء من كعكة السلطة. وهذا ما سيجري، هو الآن يحاول يعني زرع الفتن الطائفية والمناطقية والحرب، لأن هي هذا الشيء الوحيد الذي يحافظ على بقائه وحروبه. الآن كل شيء لديه مدمر، لا يستطيعون، الذين يتحدثون على أنه سيحارب إلى 10 سنوات لن يستطيع الخروج من صنعاء. الآن هو محاصر من الجوف ومن مأرب، المناطق الجنوبية كلها محررة، لو دعم التحالف العربي والحكومة الشرعية تعز لتحررت، ولبقوا محصورين في صنعاء، ومن ثم يجب سحب مصادر القوة كالبنك المركزي والبترول الذي يضخ من مأرب إلى صنعاء وإلى غير ذلك، يجب سحب. ولأن ذلك أنا أحث الحكومة الشرعية والتحالف العربي عليهم أن يسحبوا كل مصادر القوة من المركز، ومن ثم سينتهي طبعا، ومن ثم سينتهي ذلك المركز تلقائيا، لأنهم يعيشون الآن على الموارد الدخل القومي وعلى ما ينتجه البنك المركزي. طيب، اليمني يعني إذا ما تحدثنا عن ما قاله صالح عن رؤية للمؤتمر، يعني فيما يتعلق بحديثه أكثر، هل تتوقع أن يتم تقديمها بمعزل عن الحوثيين، أم أن يعني هذا الأمر فقط مجرد حديث للاستهلاك السياسي؟ يجب التفريق هنا بين مؤتمر الحوثيين في الداخل والمؤتمر الشعبي العام في الخارج. الورقة الذي تلعب في الداخل باسم المؤتمر الشعبي العام هي ورقة حوثية، هي مناورات بين الطرفين. أنا في اعتقادي كما قلت لا يوجد هناك مؤتمر شعبي العام في الداخل، هناك حركة انخرطت على أساس طائفي ومناطقي في المؤتمر الشعبي العام بحركة الحوثيين، والآن هم جزء واحد، وأنا أعتقد لا يوجد هناك خلاف فيما بينهم، ويحاربون إلى جانب بعضهم البعض لأنه مشروع واحد ومشروع يعني قائم على بقاء مصدر القوة والسلطة في المركز في صنعاء. لا يوجد هناك شيء، وإنما إذا تقدم مؤتمر الحوثيون في الداخل أو مؤتمر صالح بأي خارطة سلام أو أي شيء من هذا القبيل فهو مجرد مناورة من نوع ما، مناورة للحوثيون. طيب، هل يؤكد ذلك قوله أنه يعني هم والحوثيون لا زالوا في خندق واحد، وأنهم قدموا قتلى في خلال هذه يعني في خلال مسيرة الانقلاب بداخل اليمن؟ لم أسمع. يعني هل يؤكد هذا الحديث على أنهم يناورون ما بينهم البين، حديثه على أنه هم والحوثيون لا زالوا في خندق واحد، وأن المؤتمر يقصد جناحه بكل تأكيد قدم الكثير من القتلى في مسيرة الانقلاب؟ يجب أن نعرف أن الحوثيون لا يستطيعون التمدد خارج العاصمة صنعاء إلا بوجود مشائخ وتجار المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والمديريات الأخرى. نعم. فلذلك هناك ما زالوا في خندق واحد، لكن من خطاب الرئيس المخلوع في بالأمس كان واضحا أنه لم يجد أوراق قوية بأيده عندما ذكر أنه مؤتمره الشعبي العام لن يذهب إلى الرياض، وهذا فعلا حقيقة لأنه غير مرحب به، لأنه لن يكون جزء غير الجزء الذي ينطلق منه الحوثيون. فلذلك أنهى أوراقه في الأمس عندما قال لن يذهبوا إلى الرياض، لن ينخرطوا في أي محادثات، وقال إن الوريث الشرعي لحكومة هادي أو للرئيس هادي هم الحوثيون. وأيضا بالمناسبة تكلم عن الجمهوريات وكأنه منطلق وكأنه قائد للجمهورية، وهو الشخص الذي سلم الجمهورية لحركة إمامية ملكية سلالية، فهو حديثه في الأمس كان متناقضا مع نفسه، شكله النفسي كان متأثرا جدا، وكان يعني يبدو أنه محصور في زاوية واحدة، جمدت أمواله، منع من السفر. طيب، دعنا نشرك في حوارنا هذا الأستاذ فهد سلطان الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ فهد. مساء النور لكم وللمشاهدين الكرام، مرحبا بكم. حياكم الله أستاذ فهد. يعني هناك تحركات أممية مكثفة وحديث عن خارطة للسلام، بالمقابل هناك تسعير للحرب كما جاء في خطاب المخلوع حيث أنه قال سيحارب 10 سنين. أيضا
في حديث الحوثيين يعني في كلامهم السياسي على أنهم يبحثون على السلام وما شابه ذلك، وفي المقابل على الأرض هناك انتهاكات مستمرة للهدنة، هناك تقدم في مواقع جديدة على الأرض في لحج وغيرها. كيف تقرأ هذا التضارب وهذه التناقضات؟ من الطبيعي أن تحصل كل هذه التناقضات. القضية الأساسية لا نتفرع كثيرا من القضية الأساسية الذي يمد الحوثيين أو الإنقلابيين بشكل كبير بالوقت ويمدهم بالتمدد أكثر ويسمح لهم هي الشرعية. علينا أن نعترف بذلك لأن الشرعية فشلت إلى حد كبير، هي التي يعني أخطاءها، الارتباك الذي يحصل في صفوفها، عدم توحد الصفوف، عدم توحد الرؤى، عدم توحد الأفكار. هناك يعني كثير من الأخطاء. التحالف العربي سمحت للحوثيين بالتمدد، سمحت لعلي عبد الله صالح أن يستمر في خطاب التحرير، سمحت بل التماسك الذي يجري بين جماعة الحوثيين وبين علي عبد الله صالح كانت الشرعية سبب رئيسي في ذلك. علينا أن نضع النقاط على الحروف وأن نقول للشرعية وأن نقول بصوت مرتفع لعبد الله منصور هادي يكفي عبث، ينبغي أن تتحرك. أنا أعتقد أنه لم يعد هنالك أمل في عبد الله منصور هادي. كيف يمكن التحرك أستاذ فهد؟ في الصفوف المؤيدة للشرعية، في صفوف الأحزاب للوطنيين، أن يتحركوا أكثر. الشعب اليمني اليوم لم يعد يحتمل أكثر، هناك مأساة اقتصادية. هؤلاء يراهنون على صبر الشارع اليمني، على صبر الشعب اليمني، والذي وصل إلى مستويات قياسية لم تصل إليها من قبل. هذه الأشياء لا تلتفت إليها الحكومة، لا تلتفت إليها الشرعية. هناك عبث الذي جرى اليوم في محافظة عدن، الذي جرى في عدن في العاصمة التي يطلقون عليها المؤقتة اليوم للمقاومة في تعز، تؤكد ذلك الارتباك، تؤكد ذلك التصرف الهمجي الذي يمارس من قبل الشرعية. ما لم يكن هنالك توحيد للصفوف، ما لم يكن هنالك إعادة النظر في كثير من الخطوات التي اتخذتها الشرعية، فنحن نبرر ويعني وسيمر الوقت لصالح الانقلاب. يعني إذا ما نظرنا الآن منذ بداية المشاورات حتى الآن، هذه المشاورات التي يطلق عليها المبعوث الأممي بأنها لم تتقدم خطوة، ورئيس الوفد اليمني يتكلم بلا توقف بمعدل 3 تغريدات كل يوم بأنها عادوا إلى مربع الصف وأنها لا أمل، ومع ذلك تمدد الحوثيون واستطاعوا أن يكسبوا جبهات جديدة وتقدموا كثيرا، ونحتاج إلى معجزة كي نعود إلى نقطة، إلى النقطة التي بدأنا فيها في الانقلاب. ما لم يكن هنالك يعني إعادة جادة وتصرف حقيقي ينبع من مصلحة اليمن وإنهاء الانقلاب سريعا وعودة تماسك الدولة بشكل كبير، فإننا سنصبح على يوم يصبح العودة إلى اليمن مستحيلا، وسيكون الحوثيون أمر واقع. العالم ليس ابن عم الشرعية، العالم ينظر إلى أمر واقع. الحوثيون متواجدون في صنعاء، طيب، يمارسون كثير من الجرائم. في هذه النقطة أستاذ فهد، إلى أي مدى سيكون نعم إلى أي مدى أو إلى متى سيستمر المجتمع الدولي في الاعتماد على القرار 2216 وكذلك اعتبار الرئيس الشرعي في اليمن هو عبد ربه منصور هادي برأيك؟ نعم، وفقا نعم لهذا الحديث. أنا أقول لولا وجود التحالف والمملكة العربية السعودية أن هذا القرار قد تم طيه من 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 بعيد أو من 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 وقت أطول. السعودية أو المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي لا زالت الآن تحاول بكل ما أوتيت من قوة، ولكن مهما بذلت من جهود ومهما بذل هذا التحالف من جهود، نعم، فإن عدم تماسك الشرعية الداخلي بين القوى السياسية في الداخل هو الذي يلتهم كثير من تلك الجهود، يلتهم كثير من جهود المقاومة، هو الذي يربك صفوفها، هو الذي يعطل كثير من 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 يعني من محاولات النصر التي يعني التي تقوم بها الحوثيون. وعلي عبد الله صالح ليسوا من الصعوبة كما نعم كان، بحيث أننا نطيل هذه المعركة معهم ونصنع لهم، وهم كانوا حتى اللحظة كثير من نعم الثغرات عليهم من السهولة إسقاطهم ومن السهولة إبعادهم لو تماسكت الشرعية بشكل أكبر. إذن الكاتب والمحلل السياسي أستاذ فهد سلطان كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود ب30 ثانية إلى الأستاذ إبراهيم القعطبي، ما المتوقع قادما في خصوص المشاورات السياسية في الكويت؟ أنا في اعتقادي أنه إذا كان هناك أي خارطة طريق لم يعني تكون في مقدمتها ما أتى في قرار مجلس الأمن 22-16 وهو انسحاب الميليشيات وتسليم سلاحهم ومن ثم الذهاب إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني والشراكة الوطنية، سيكون فقط شرعنا للانقلاب، وعلى الحكومة اليمنية أن لا تقبل بذلك. في اعتقادي أي حوار مع الانقلابين أو أي خارطة سلام
لن تأتي أكلها ولن تطبق على أرض الواقع، وإحنا نعرف ذلك جيدا من وقراءتنا لما يجري على الأرض. سيتوسعون وسيحاربون من أجل البقاء في السلطة، فيجب على الحكومة اليمنية وعلى التحالف العربي أن يمدد، يعني أن يدعم الداخل وأن يدعم القوى المقاومة في البيضاء وفي تعز وفي كل مناطق اليمن، وأن يحرر أكثر قدر ممكن من المحافظات ومن ثم قلب المعادلة السياسية وإنهاء تواجد الانقلاب في اليمن. أشكرك إبراهيم القاطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب من نيويورك في حلقة هذا اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.